لا زال شباب المناطق العميقة بتيرت يعشق رياضة كرة القدم، وهو حال نادي شباب بلدية سيدي عبد الرحمن الناشط في الأقسام الشرفية، والذين رافقناهم في مباراة الصعود رغم إمكانياتهم البسيطة جدا. نطلب حاجة واحدة، السلطات يعاونوا هذا الشبان. هذا الشبان بريميراني عاد بريميراني سينيور دي سي تروازون، يهضروا عليهم بصح يعطيهم امكانيات. معظم المؤطرين بطالين، حنا نتمناو السلطات تشوف كاع في الفريق ككل، ما تشوفش غير مثلا في المؤطرين ولا في اللاعبين ولا في حتى في الهياكل الشبانيه. ما عندناش مع هذاك الملعب البلدي هذا اللي رانا نمارسوا فيه نشاطات رياضيه. فشباب هذه البلديه لا يجد بدا من ممارسه كره القدم لإعادة أمجاده، مطالبا بالدعم المعنوي والمادي بعد تحقيق الصعود للقسم الشرفي. الحمد لله هذه الطلعة جات بمجهود كل أنصار لاعبين مسيرين كل شيء، وهذا النيفو موش تاعنا، وعندنا تراريس هنايا والنيفو هذا موش تاعنا. وحنا بصفتنا شباب سيدي عبد الرحمن ماهوش المستوى تاع اللي يلعب فيه، ماهوش المستوى تاعه، وإن شاء الله نشوفوا حل إن شاء الله بربي اللي كيف هذه إن شاء الله يا رب. فمثل هذه الفرق وفي هذه الأقسام تمتلك كفاءات شبانية كبيرة وأنصار من طراز عالي تتطلب الاهتمام بهم، فهكذا نستثمر في المواهب الشابة بالاهتمام بتنشئتها من القاعدة.